موقف. طيب خوي الحولي 18/8 اثار قصف الطيران المروحي على مدينه الحولي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. مصطفى بشار الاسد التي تطال منازل المدنيين الامنين في بيوتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تدبير كامل للمنزل وإصابة العديد من المنازل المحيطة به. لا حول ولا قوة إلا بالله.